بصفتي أستاذ بالثانوية التأهيلية محمد الخامس وكذلك منسق الحياة المدرسية بالثانوية، نتشرف اليوم بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مناسبة لنكتشف معا مواهب تزخر بها المؤسسة العتيقة من يعني في جميع المجالات، وهذه فرصة أخرى لكي نغير تلك الأجواء، أجواء القسم، أجواء الدروس، أجواء الامتحانات، لنخرج بعيدا عن هذا السياق وندخل في عالم آخر، عالم الإبداع، عالم الرقي والتعالي بالنفس وكذلك بالموهبة اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه مناسبة باش نجددوا لقائنا ولا نبين واحد العلاقة أخرى بين الأستاذ والتلميذ، ليس فقط علاقة سلطوية ولكن هي علاقة إنسانية بالدرجة الأولى، علاقة فيها الحب، فيها العطاء المتبادل، وفيها إن شاء الله ما نتوسمه جميعا وهو النجاح للجميع. الشكر. في البداية أود تقديم الشكر الجزيل لكافة الأطر الإدارية والتربوية وكافة الحضور الكريم بمناسبة تكريم المرأة في ثانوية محمد الخامس التأهيلية، وفي هذا الصدد أغتنم الفرصة للقول بأن المرأة ليس لها دور كبير فقط في المجتمع بل في قلوبنا، لأنها العصب الحساس والشرايين النابض ونهر العطاء المتدفق التي بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد المجتمع. وأغتنم هذه الفرصة لكي أشكر جميع الأطر الإدارية على هذا الحفل البهيج. في إطار انفتاح المؤسسة على المحيط الخارجي وتنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 51-17 وخاصة المشروع رقم 10 الذي يحث على تفعيل أنشطة الحياة المدرسية، قامت الثانوية التأهيلية محمد الخامس ببغمت بأمسية ثقافية ترفيهية، الغرض منها هو الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 من مارس من كل سنة. هذه الأمسية أشرف عليها أعضاء الأندية التربوية بالمؤسسة، وذلك أيضا في إطار مشروع أبيتي دو سي الذي يدعو لثقافة التسامح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم نفسي أولا وقبل كل شيء، أستاذة ماريا الشمباري، أستاذة بالثانوية التأهيلية محمد الخامس ببغمات، أستاذة اللغة الفرنسية. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أود أن أهنئ جميع النساء العالم بما يقدمنا من تضحيات ومن أعمال ومن تربية أخلاقية لفلذات أكبادهن، حتى يعني يشوفهم في أحسن صورة. وبهذه المناسبة حاولنا يعني كهيئة تدريسية وكأطر تربوية في ثانوية محمد الخامس أننا نحيي هذه المرأة في هذا اليوم العالمي بمجموعة من الأنشطة، من غناء ومسرح وموسيقى وكلمات وشعر، ويعني مجموعة من 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 الفنون التي تدل، وإن كانت تدل عن شيء فإنما تدل على أن فلذات أكبادهن يعني قادرين على العطاء في جميع الميادين، وأنهم حاولنا أننا نزرع فيهم واحد البذرة نتاع روح المسؤولية والاعتراف بالجميل والاعتراف بكل التضحيات اللي كيقوموا بها الأمهات ديالهم ناحيتهم، حتى أنهم يشوفوهم في أعلى المراتب إن شاء الله، ويشوفوهم إن شاء الله في جميع الميادين دائما في أحلى حلة. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.